اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. تنضم الينا عبر تقنيه السكايب مراسله سودانيه 24 غفران بشير من ملعب البيت بدوله قطر. مساء الخير عليك. مساء الخير الاء، ازيك؟ كيف احوالك؟ ان شاء الله طيبه. احنا بخير، كيف الدنيا؟ تمام. ممكن تدينا اللي هو بشكل سريع كيف الاجواء الان عندكم في ملعب البيت؟ أجواء تفاعلية جدا. اليوم انطلاق المباراة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين منتخب قطر والإكوادور، أجواء تفاعلية مختلفة، الجنسيات ضخم عالي جدا. بعد قليل حيكون في ألعاب نارية. ملعب البيت هو من ملعب بيسع ل 60,000 مشجع، 60,000 مشجع الآن داخل الملعب، وعدد قدرهم خارج الملعب. مساحة ملعب البيت مقامة على مساحة 1,000,000 متر مربع، بتفصلنا دقيقة واحدة عن انطلاق أول مباراة لكأس العالم قطر 2022، هو لأول مرة مقام في دولة إسلامية ودولة عربية. التفاعلات بدأت من ليلة أمس، اللي هي كان فيها الاحتفالات في فيستيفال، وتتتابع الاحتفالات وتتابع التفاعلات عدد كبير من الجماهير من مختلف الدول المشاركه وغيرها. يعني الليله الناس مشقين بين قطر والاكوادور، فاحنا بما ان احنا محايدين فاحنا بنشجع قطر والاكوادور. نعم، فيما يخص اللي هو الجمهور الحضور الان وتبادل اكيد الثقافات، واحده من الحاجات المهمه جدا، فكيف الاجواء؟ اجواء تفاعليه جدا. يعني انا قاعده اقول لهم دائما احنا بنحاول نوصل لكم الاحساس من داخل المناطق التفاعليه، من مختلف الجنسيات، من مختلف الاعراق، وكلهم بيهتفوا بالاناشيد بتاعتهم الوطنيه. نعم. بالهتافات حقتهم الداخليه، ففي زخم من الجماهير وزخم من الاحتفالات. فاجواء تفاعليه جدا، مليئه بالفرح ومليئه بكل التفاصيل الجميلة جدا. نعم، ممتاز، شكرا لك جزيلا غفران بشير مراسلة سودانية 24 من ملعب البيت. وأيضا تمنياتنا لهذا المونديال وهذه الانطلاقة بكل البشريات اللي أكيد بتهم كل محبي الرياضة وتحديدا كرة القدم. شكرا لك. شكرا لك الأخ على المباراة، وحنكون معاكم خلال المباريات الجاية اللي هي بتبدأ من الليلة لحد المباراة اللي هي الإسلامية اللي حتكون 17 ديسمبر. حنكون معاكم خلال التغطية لجميع الفعاليات من داخل دولة إن شاء الله. في انتظارك، شكرا لك.